لما صار احتكاك مع الشباب قبل وصول الجيش صار طخ إشي، كان أول شيء كان في الهواء، بعدين صار طخ على الشباب قتل. فمن ضمن إنه اللي صار إنه الأخ مثقال رحمة الله عليه أتقدم في الصفوف إنه أساس إنه كيف مع الناس اللي بتدافع عن أرضها وبلدها، فأطلقوا النار على مثقال على رأسه وتم إصابة مثقال إصابة مباشرة. هناك تقريبا مواجهات شبه يومية، وبيجي الجيش تقريبا مرتين في اليوم يحمي المستوطنين بسبب اعتداءاتهم المتكررة، بس يعملوا مشاكل في البلد بيتصلوا على الجيش، بيجي الجيش كمان بيحميهم. وآخر إشي يوم الجمعة كان في نفس الإشي، وهو المستوطن نفسه اللي أطلق النار على مثقال، صورته واضحة. دهيل مع الناس على أساس الناس ما تروح أرضهم، بس يا عم الناس بتروح، الناس لهناك البناية واصلة، دورنا واصلة لهناك، إذا إحنا قعصنا منوش الخزوق. فإحنا لو قتل واحد اثنين، لو قتل ثلاثة، لو قتل أربعة، ما إحناش حاسبنا البيتة. فإحنا بدنا كيف لأرضنا. تستمر. ولا احنا يوم الجمعه مصلين هناك وكل البلد بدها تروح هناك.